مجموعة من التحديات تستعد لها أوروبا عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حاولت كبحه بكل ما أتيح لها من أساليب. الدول الأوروبية التي دعت ترامب إلى التريث في أخذ قراره كان الاتفاق النووي الموقع منذ 3 سنوات بالنسبة لها بمثابة بوابة إلى عودة العلاقات الاقتصادية مع طهران. منذ عام 2015 تحفزت دول أوروبية عدة منها تلك الموقعة على الاتفاق النووي واستثمرت في إيران مستغلة فرصة دخولها إلى سوق 80 مليون مستهلك. وفي ظل رفع العقوبات الذي نص عليه الاتفاق أبرمت هذه الدول عقودا ضخمة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تجاوزت 100%. في قطاع الطيران برزت شركة إيرباص التي وقعت مع طهران صفقة لشراء أكثر من 100 طائرة ولحقتها ETR الفرنسية. وتوسعت فرنسا في عقودها التي شملت شركتيها رينو وبيجو للسيارات فضلا عن شركتها النفطية توتال التي فتحت الطريق إلى هيلنيك بتروليوم اليونانية وسبسا الإسبانية وغيرها. أما ألمانيا وعلى تحفظها وترددها من الاستثمار في بيئة غير مستقرة سياسياً فقد عادت إلى إيران عبر شركتي سيمنز ودايمنر. حنين الشولي، العربية.